ده صلاة ده كوت أكيوتة دف كثاني ناكذ ما شيء هيجي لباران أبو روج دي ده صلاة ده كوت دف كثاني نخوة أنا في النديان هم بيجوا يروج بقعدة وروج تكاري شاكبك شو قال روج واد دي خواب نام بكاري شاك ذور زحمة دبي ثاني كا دين داري ده قلتين بدين ولا روج ذور زحمة تقول ثبي بيجوا أو ناكذ ما شاء أو سفيه أنا أو دور لدين أنا ده صلاة مسلمان بقنا دف وكثرة الشرط إن جاء شرطي عن ذور بيت شرطو كلا بدثو سلاح بدثو چك بدثي عن زور بيت كابا پنجان نوع شوو ناو ارازينتو بو دفاع کردن لوانو بورو برو بنو بقجاتوني مسلمانان وبيع الحكمي حكم افروشت وايلي ده ده صلاة بپارا افروشت وايلي ده ده صلاة ونه ملت حليب جيري و دايبنت بلکو بابي بمعي بپارا و ببرتلدان أبي سين لو لعتنا واي لها وزارة بفارة ذكر بيه بريكوتن دبي لقال فلانة جماعة فلانة أنا أوبوتو أوبو إيمو أنجب تاني نبو أو إيو دز ذا وهالجرن إيمش أوت عند دينيو واي لدي يا أموك وتجارتي كي لدي حكم كامل بتجارة بكرين وفروشتن ما ملا بفر حكم دفلات كلي كدفلاتي حكمي من لدك أما حديثي بين مرة صلى الله عليه وسلم فلم يبيع الحكم واستخفافا بالدم خيان رشتن زور بسوك سيرك ليش تيجي زور اعتيادية كذ حرمتي خياني لا نامينه